حلوة لشرويدة، شرويدة عدى مرر فرصة هدف. الله 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 النني يا جمالك يا حلاوتك يا دلالك يا طعمتك يا نني. ايه الجمال ده؟ اتعملت حلوة قوي من شرويدة، والنني سند بيمينه وسدد بشماله، والمقص اليمين ياخد زغروطة حلوة من محمد النني. هو ده الكلام، هو ده الكلام. واحد مصر لا شيء. جمال نادي المقاولون على طول، استلامه من سماره، سماره يلعب على طول للنني، ممكن يسدد النني. تعادل، هدف 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 محمد النني. مش ممكن يا نني، مش ممكن يا نني. قذيفه قذيفه قذيفه. جميل، ولكن هو الموال من اوله حلو. وادي سماره، وادي التسديده، فعلها من قبل في الزمالك، وهو هو يفعلها في نادي ام بي ان. نني مش ممكن، مش ممكن. تسديده ايه وتمريره ايه؟ الله عليه الله عليه محمد النني. وهات من جوه الثاني عن الشوط الاول. كان الشوط الاول بيلعب بطريقه زون ديفنس تماما، والاعتماد على الهجمات المرتده. ابتدى كده يحاول، وادي التسديده القويه جدا، تسديده قويه. صاروخ بالقدم اليسرى، ادي النني، وادي خارج منطقه الجزاء في منتصف مع العقباوي. ادي الهدف، غيرت اتجاهها. Ahora cobró de manos la selección egipcia con Ahmed Sobhi. Hay que recordar que está Ahmed Sobhi y Mohamed ahora que ingresó. Viene este remate, gol. Gol. Nada fija en la pantalla de Teletica Deportes. Aquí está el servicio, acomoda y el buen remate imposible para el guardameta Aarón Cruz. En el remate de Mohamed el Neni, que consigue marcar el 1-1 en el marcador en 3 minutos de la etapa complementaria. Everardo Herrera Soto. Recordemos que en el inicial tuvo una oportunidad, pero ahora que el Neni عد الواحد داخل النني ويضع هدف التعادل المقاولون العرب. هدف ادي النني حطها حلوة حلوة حلوة، والهدف الثاني للمقاولون العرب. يرفع رصيده ل 22 نقطة بفارق. شوف الكرة البينية ديت خطيرة يا ولد يا ولد. المباراة تلفز أنفاسها الأخيرة، البينية الرائعة لمحمد صلاح، ياخدها بالقدم اليسرى. يا سلام، جول بالساوي، جول من بتوع ميسي. يا سلام يا صلاح. محمد غازي على طول تحضير لحد محمد النني، أمامية على اليمين حلوة توصل لحد محمد صلاح. صلاح والهجمة مع الكورة عند صلاح، اللمسة جميلة، المهارة الجماعية. ياه ياه ياه، مش ممكن. جول من كولومبيا 2011، والهدف بأقدام مصرية، الهدف بأقدام لاعبين مصريين متألقين محمد صلاح، والعرضية والجملة والمهارة والفكرة، والفكرة العالية والمهارة الغير عادية. ياه يا نني محمد النني، واللمسة وتوصل وتروح لقدم مين؟ محمد ابراهيم، عشان يسجل الثلاثية النهاردة في مرمى منتخب النني. اتجاه علاء كمال، علاء كمال وانطلاقة من النني، عايز يعمل واحدة وانفراد حكم اللقاء. محمد صلاح هيحرز الهدف السابع، الهدف الهدف. 1-1 طبعا، نتيجة تقيلة. قدر المقاولين معنويات مرتفعة بعد ما كان متأخر، مغير الأحوال من حال إلى حال مع فريق المقاولون العرب. ادي محمد صلاح، ادي تقدم بكل مهارة. محمد صلاح ولا النني؟ محمد النني، محمد النني، وضربة جزاء الهدف الاول. يعني توقيته حلو جدا، توقيته رائع جدا، بدري جدا. لازم منتخب مصر يستغل بقى للقلب ويرجع مره ثانيه. محمد النني، ادي تسديده حلوه، تسديده حلوه حلوه حلوه، ولكن على طول دامبي، دامبي كابيلو يعمل لها ابعاد بشكل اكثر من رائع، كان متواجد في المكان والزمان، ولكن تسديده من على بعد 2-3 ومريح على منتخب بوتسوانا، واحنا مسيطرين وكل الكره رايحه لنا. ودي مرات الشاطئ،
مرمى راسية المرة دي لا تصد ولا ترد علشان يضيف الهدف الثاني لمصلحة المقاولون العرب. في انتعاشة كده في استاد المقاولون العرب بعد احراز الهدف الاول. ودي واحدة وانطلاقة محمد صلاح وانفراد والهدف الثاني. مدافعي الداخلية ادي كورة ادي النني لعبها طويلة في غفلة من دفاع الداخلية تقدم محمد صلاح بالهدف الثاني في الدقيقة 7. يبقى حمادة فتح الهدف بدل دفاع منتخب النمسا مرة ثانية للنني ورا على طول حتى محمد غازي. محمد غازي تصويبة غازي وتعدي جوه الجول. محمد غازي تروح في السكة وتعدي وتروح وتصل لأقدام مدافع النمسا وتغير اتجاهها وتروح فين يا جماعة في المكان الجميل في أمام باسم علي ويلعبها لعلاء كمال. علاء كمال لازم يبقى سريع شوية لأنه بطيء بيوقف الكرة تحت رجله شوية. ودي تسديدة حلوة يا ولد يا ولد يا نني يا سلام محمد النني. محمد للمنتخبات الأولمبية ادي النني بيسدد كويس على المرمى. فاكرين السنة اللي فات جاب جول جاية مفيش تمركز جيد من فريق المقاولين العرب جوه المنطقة. تاني كرة من نص ملعب علاء كمال ترقيصة حلوة لو عدى تاني وفاول ومن مكان كويس جدا وممكن تتسدد على المرمى. ضربة حرة مباشرة في انذار وصح وقرار سليم لجهاد جريشة. جهاد جريشة علاء ادي اهو النني بص كان عايز ياخد على يمينه ويسدد انما مهاره عاليه جدا من النني اعتقد فبيكلمني يعني بيقول لي المستقبل غير الفريق ده خالص وضرب لي مثال باللعيب اللي هيكون له مستقبل مع منتخب مصر. هنا في الحته دي صدقي لما نشوف الكره العرضيه لعب عرضيه خطيره خطيره انما مامن بمنتهى الهدوء محمد النني ويطلعها بره بره الملعب طلق منها موسى كبيره اكتر من مرة. محمد صلاح اكتر من مرة الهدف زكي وحطها لشيكا. شيكا عايز يعدي لكن مقطوعة ولسه بيحاول شيكا لكن محمد النني. عبد الله السعيد وان تو كده قصيره تتقطع من جدو وتروح تاني وهجمه مرتده على طول لنادي المقاولين المنكمش في الشوط الثاني واللي بقى بدا كده شكله بيعتمد على الهجمات المرتده وانطلاقه اماميه. من عمر الشوط الاضافي الثاني على طول النني يقف على كره النني وحاولت البحث عن الهدف الذهبي والضربه مره ثانيه على طول شعبان لعادل مصطفى ولكن عادل يقراها من امامه النني مره اخرى لسماره اللاعب الفلسطيني سماره في صفوف نادي المقاولون العرب مره ثانيه. سلام النني وادي شوف الانطلاقه من موسى كبيرو على طول ليه النني لسه محمد النني بيلف حوالين نفسه يغير اتجاهاته وينقل الملعب الناحيه الثانيه ولكن اراها محمد سيد درويش صنع هدف رابع في اللقاء الماضي للاعب محمد ابو جريشه في شباك بني سويف. فكره ناحيه الشمال اللاعب حسني عبد الرب واعاد الاسماعيلي الى التعادل بينما المقاولون يتقدم وفي طريقه الى تقدم الهدف الثالث. النني محاوله تقدم محمد النني مرور رائع بشكل قطري ويحصل على خطا من موقع متميز لكي تحتفل بعيد ميلادك في مئويه ينتظر فيها الوايت ناتس بطوله بالتاكيد. انبي اقترب من دور الثمانية وينتظر المقاولون والمقاولون ينتظر دقيقتين حتى تنتهي المباراة والنني ينطلق ورابع يأتي بينما هنا باسم علي هو من يخترق جاء من اقصى يمين. كرة في وسط الملعب النني محاولة من اللاعب محمد النني الى صلاح ومحاولة عادل اللي كان مصاب كادر المقري ما كانش جايب على رقم اللاعب ولتمريرة امامية طويلة للاسماعيلي لكن تجاني شمس الدين طالع وفي كل كرة راكب ومؤثر تأثير كبير في دفاع المقاولين. ان الفرق بتخسر جهودها تكون مؤثره جدا طبعا مفيش كلام. النني حطها تحت رجله تاني لعبه حلوه احس ان انا كده طبيعتي كده هي الكره كده علمتنا كده لا تامل مكرها مجنونه وماكره وجميله وحلوه. الاول اسلام رمضان عرضيه وادي ضربه الراس من احمد حسن مكي انما بعيده عن المرمى يطلع تاني
عبد العزيز حسن او من نواحي يعني من نواحي المعنويه ومن نواحي يعني الفنيه لمنتخبنا الوطني. كره ملعوبه حماده السيد. تخيلوا يا جماعه تخيلوا محمد صلاح دول مواليد 15/6 عام 92 يعني عنده 19 عام فقط. بسم الله ما شاء الله كبيره. إنني. علاء كمال يحط بينيه فرصه تصويبيه. علي عفيفي لو لعب عرضيه هتشكل خطوره. عفيفي والراسيه خطيره الراسيه خطيره والنني براسيه يحولها الى خارج الملعب. ضربه مرمى لصالح فريق الجونه. عرضيه جميله من علي عفيفي وراسيه من النني. بص الكوره ادي عفيفي رفع وشه وبص وحطها في اتجاه النني وراسيه قويه من النني. لكن والمقاولون العرب في المركز ال 19 والاخير باربع نقاط. استلام حملاوي يلعب مع صلاح يعمل له الاوفرلاب تمريرا للنني. يا سلام حلو حلو حلوه الترقيصه. خدوا سبعه كده حلوه حلوه. بيلعب العرضيه ده 10 معطيه واحد رجعت مره ثانيه. واه المحاوله واللمه والترقيصه من محمد النني. النني يا سلام يا سلام حلوه 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 مفيش كلام. صاعد من الكوادر اللي بيفرزها قطاع الناشئين ولسه في كمان اثنين قادمين على طريق النجوميه مع المقاولين العرب في الفريق الاول. هنشوف النني ونتابعه. انما تسديده حلوه حلوه عامل معاه على طول لمسه وعرضيه بقدم النني توصل محمد صلاح لمسه مره ثانيه للنني عرضيه خطيره جدا يا راجل.